فريق الوحدة اللي كان متقدم بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول في مباراة الجولة الماضية. ما أمكن الآن الله على عبد الله عبد الهادي، صاروخية في المرمى، قذيفة من عبد الهادي يعلن عن الهدف الظفراوي الثاني. 2 الظفرة لا شيء الوحدة بكرة صاروخية من جانب هذا اللاعب، أرضية زاحفة زاحفة كالقذيفة هناك في الشباك العنابية. الهدف الثاني للظفرة، شوف شوف في الإعادة، شوف التعية من تيوب، يا سلام على هذه التسديدة، يا سلام على الهدف الرائع من جانب عبد الله عبد الهادي. زاحفة أرضية سريعة قوية خاطفة في المرمى، في المرمى الهدف الثاني تيقال يطلب هذه الكرة، محاولة للوحدة، اسماعيل يرفعها ناحية سالم، تتنزل في الروش، جول أول للوحدة، هدف أول للوحدة من خلال حمدان الكمالي، يقلص من خلاله الفارق، يقلص من خلاله الفارق حمدان الكمالي. الوحدة يعود الآن بتسجيل الهدف الأول، خلنا نشوفه بالإعادة، تتنزل هذه من سالم سلطان إلى حمدان الكمالي، ولكن في الشباك الكرة الماضية هدف أول لمصلحة الوحدة. شوفها بالإعادة، هنا الكرة اللي تنزلت من سالم، حمدان تابعها، اشترك فيها أيضا مكيت تجوب، ولكن ذهبت إلى الشباك. شوفها في الإعادة، هنا الكرة اللي كان فيها بعد عبد الله سلطان، عادت مرة ثانية ناصر في الجهة اليسرى، الآن سهيل المنصوري مرفوعة حلوة، رفعات هذا اللي هو اسمه سهيل، يا شوف سهيل المنصوري كل الكرات اللي يرفعها يرفعها بشكل مثالي، شوف كيف، شوف كيف خليل ابراهيم عداها لنفسه وراوغ فيها بشكل ممتاز، يا سلام خدع فيها الجميع، سددها بالمرة الأولى بقوة، في المرة الثانية حاول، يا عدت عدت هذه، واضح أن فيها هدف حسب الإعادة اللي قاعدين نشوفها الآن، ممكن إعادة أوضح، ممكن إعادة أوضح، هنا مرة ثانية هنا الإعادة، يبدو لي أن الشك فيها أنها دخلت لكن لم تكن واضحة بمثل الإعادة الأولى. شوف المرة الأولى تصدى لعبد الله سلطان، بعد ذلك حتى هذه حلوة. الآن بالنسبة للظفرة أحمد علي، ممكن هذه يحاول فيها أحمد عمر خربين، حلوة البينية، لا زالت الهجمة للظفرة، ماكيتي ديوب الآن العرضية مرة ثانية، الآن التسديد يستقبل الكرة العائدة من الدفاع بتسديدة صاروخية قوية في المرمى. شوف شوف بالإعادة، ما كان فيها تسلل على ديوب، ديوب بعد ذلك العرضية تعاد من محمد المنهالي ويستقبلها هرماش، يا سلام قوية في المرمى، قوية يتفرج عليها علي الحسني، الهدف الثالث الظفرة، جول ثالث للظفرة في الوقت القاتل، حاول فيها أحمد علي، يا سلام عدى، ممكن هذه، يا سلام على التمريرة الانفراد الآن، ممكن يخلصها يخلصها، ممكن هذه جول رابع للظفرة، فرسان الغربية، فرسان الملعب، فرسان العاصمة يسعدون يسعدون ويفرحون هنا في استاد آل نهيان. الهدف الرابع 4-2، يا مباراة مثيرة خاصة في
في لحظات الاخيره. شوف برافو احمد علي، ما في تسلل، تمريره على طبق من ذهب، هديه كانت الى عمر، وعمر ايضا تمريرته ما كان فيها تسلل، لكن القوي بدنيا الهداف السنغالي الاسمراني الانيق اللي هو ماكيتي ديوب يسجل الرباعيه، يسجل الهدف الرابع.